بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعلمة سمية شافي، معلمة مادة الجغرافيا للصف الأولى ثانوي في مدرسة المستقبل الثانوية للبنات. إن شاء الله اليوم حنبدأ في أول درس، وهو الفصل الثاني، الموارد الاقتصادية والمعدنية والصناعية. نجول أول حاجة في الدرس هذا، وهو تعريف التعدين. شنو هو تعريف التعدين؟ تعريف التعدين هو استخراج الموارد المعدنية من باطن الأرض، وتتم العملية هذه عن طريق، يعني يا أما بطريقة سطحية يا أما بطريقة شنو؟ بطريقة باطنية. قلنا أول نقطة حنأخذها وهي تعريف التعدين في الدرس هذا، وهو درس الموارد الاقتصادية والمعدنية والصناعية. أول نقطة نأخذها وهو تعريف التعدين، هو استخراج الموارد قلنا المعدنية من باطن الأرض، وتتم هذه العملية أما بطريقة سطحية يا أما بطريقة باطنية. نجي للنقطة الثانية وهي الموارد الاقتصادية والمعدنية. طبعا الموارد الاقتصادية والمعدنية بعضها محدودة الانتشار، والبعض الآخر يعني موجود بكمية كبيرة. فتنقسم هذه الموارد المعدنية إلى معادن فلزية. كيف شنو المعادن الفلزية؟ كالحديد، النحاس، القصدير، الألمنيوم، البلاتين، الذهب، الفضة، اليوران إلى آخره. نجي للنقطة الثانية وهو معادن اللافلزية. مثل شنو المعادن اللافلزية؟ مثل الفحم، الفوسفات، النفط، الغاز. قلنا أول نقطة في الفصل هذا وهو التعدين. هو شنو هو تعريف التعدين؟ هو استخراج الموارد قلنا المعدنية من باطن الأرض، وتتم عملية التعدين بطريقة سطحية أو بطريقة باطنية. تمام. نجي للنقطة الثانية وهو الموارد الاقتصادية والمعدنية. الموارد الاقتصادية والمعدنية بعضها محدودة الانتشار، وبعضها موجود طبعا بطريقة أو بكميات كبيرة. فتنقسم هذه الموارد الاقتصادية والمعدنية إلى معادن فلزية. كيف شنو كالحديد، النحاس، القصدير، والذهب والفضة إلى آخره. نجي لباء معادن لا فلزية، مثل شنو؟ الفحم، الفوسفات، النفط، الغاز وإلى آخره. النقطة الأخرى وهو مقومات الإنتاج المعدني. تتمثل هذه المقومات أو يتأثر الإنتاج المعدني بالعديد من المقومات في الإنتاج المعدني. أول حاجة وهو التكوين شنو؟ الجيولوجي. النقطة الثانية الموضع والموقع الجغرافي. النقطة الثالثة الظروف المناخية. النقطة الرابعة الأيدي المنتجة. النقطة الخامسة الطرق الجيدة ووسائل النقل المتوفرة. النقطة السادسة التقدم العلمي والتقني. أول نقطة نجوها وهو شنو في المقومات الإنتاج المعدني، ألا وهو التكوين الجيولوجي. أي وين يتأثر هذا التكوين الجيولوجي بإيش؟ بالتفاعل بين الحرارة ويتفاعل بين شنو؟ البرودة. الموقع والموقع والجغرافي بالنسبة لمقومات الإنتاج المعدني تتمثل في اكتشاف المعادن، يعني سهولتها أو الصعوبة متاعها. الظروف المناخية طبعا متأثرة الظروف المناخية في الإنتاج المعدني بالحرارة والضغط الجوي والرياح إلى آخره. الأيدي المنتجة لها دور كبير في الإنتاج المعدني في عملية الاكتشاف والإنتاج. النقطة الأخرى وهي الطرق الجيدة ووسائل النقل، فهي تساعد على الوصول إلى مكان المعدن. النقطة الأخرى وهو التقدم العلمي والتقني من العوامل المهمة في استخراج أو الكشف عن المعدن أو تحديد موضع متاعه. تمام. النقطة الثالثة أهم حاجة المقومات. نقول أنا ممكن نجيب لكم على هيئة مثلا أذكر مقومات الإنتاج المعدن، تقولي لي التكوين الجيولوجي، الموضع والموقع الجغرافي، الظروف المناخية، الأيدي المنتجة، الطرق الجيدة ووسائل النقل المتوفرة، التقدم العلمي والتقني. نجي للنقطة الرابعة ألا وهي الأهمية الاقتصادية للمعدن. الأهمية الاقتصادية للمعدن، طبعا احنا عارفين ان المعادن دور كبير في الصناعة. المعدن له دور كبير في الصناعات الكثيرة، منها
طبعا نلاحظ ان المعدن يعني او التعدين يتوقف على درجة تركيز المعدن في الرواسب، تمام، على درجة تركيز المعدن في الرواسب، وان ندرة المعدن في الرواسب ما تشجعش بعد قد ما فيش معدن في الرواسب متاعها، ما هذا ما يشجعكش على انك انت تستثمر هذا المعدن بكمية شنو كبيرة. الأهمية الاقتصادية للمعدن، نلاحظ ان تعدين المعدن اقتصاديا يتوقف على شنو؟ يتوقف على درجة تركيز المعدن في الرواسب، وان ندرة هذا المعدن في الرواسب ما يشجعكش على انك انت تستثمر هذا بكمية شنو كبيرة. نجي للنقطة الأخرى وهي الموارد الصناعية. تتمثل الموارد الصناعية أو يقصد بالموارد الصناعية إن أنا نحول المواد الخام من وضعها وشكلها إلى شنو؟ إلى منتج، إني أنا بنطلع إلى يعني بنستخرج إلى شيء يعني إني أنا نستفيد منه. ففي عوامل تأثر على الموارد الصناعية، أهم هذه العوامل: واحد، القرب والبعد من مصادر المواد الخام. 2، اني انا ضروري اني انا نوفر الطرق الجيده. 3، الظروف المناخيه التي تتمثل في الحراره والرطوبه والرياح الى اخره، اني انا نوفر ايضا شنو الميه او توفير الماء الذي يعد ضروري جدا لايش لكثير من الصناعات. واضح. نجي للنقطه الرابعه الا وهي الاول، طبعا حتى راس المال يساعد على طبعا من العوامل التي تساعد على الصناعه. نجي النقطه الاخرى وهي انواع الصناعه. الصناعه في طبعا في صناعات متعدده وكثيره، بس اهم هذه الصناعات اللي هي الصناعه البسيطه. الصناعه البسيطه مرتبطه بمن؟ مرتبطه بالمناطق القرويه والريفيه التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة، سواء كانت على الزراعة أو يعني الزراعة النباتية والحيوانية. النقطة الثانية وهي الصناعة المتطورة، وهي تعتمد طبعا على مواد الخام المختلفة، من بينها شنو؟ أني أنا نجفف الفاكهة ونحفظها باش أني أنا نستفيد منها، ونحفظ مثلا كيف عن طريق مثلا حفظ الأسماك واللحوم والأطعمة يعني الموجودة، وين الموجودة في الصناعات. النقطة الثالثة وهي الصناعة الحديثة، وهي التي بدأت مع الثورة شنو الصناعية، وترتبط طبعا ارتباطا وثيقا مع من؟ مع المواد الخام اللي هي الموجودة في طبعا وين في الصناعة. قلنا أهم، قلنا الموارد أو العوامل المؤثرة في الصناعة تتمثل في القرب والبعد جدا من مصادر المواد الخام، توفير الطرق الجيد، الظروف المناخية، توفير الماء. بعدين نشوف طبعا في انواع الصناعة، في انواع للصناعة هذه، طبعا في صناعات يعني كثيرة، بس اهم هذه الصناعات تتمثل في الصناعة البسيطة والصناعة المتطورة والصناعة الحديثة. هذا بالنسبة شنو لدرس الموارد الاقتصادية والمعدنية والصناعية، وإن شاء الله الدرس هذا هتاخدوه من صفحة من الدرس هذا موجود في صفحة 119 إلى 122، وهذين أهم هنا أهم النقاط الموجودة على صبور، هذين أهم نقاط إن شاء الله اللي موجودة وين في الكراسة، يعني الدونولية ممكن في الكراسة وتجيبوه لي بعدين إن شاء الله.